اهلا بحضراتكم مره تانية. تعالوا نشوف ترند الاهلي فيه ايه واهم واخر الاخبار اللي بتتعلق بالفريق من خلال الصفحات المختلفه على السوشيال ميديا. نبتدي باليوم السابع حسام على تويتر، واللي بيقولوا تعرف على نصيحه سواريش لدفاع الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي بالدوري. يعني نقطه مهمه جدا في الحقيقه، الراجل بيقول لهم طبقا اللي كاتبينه يعني اليوم السابع ان بيطالبهم بضروره الحفاظ على السجل الدفاعي الجيد للفريق، خصوصا الاهلي لم تهتز شباكه في اخر 8 مباريات محليه، واتكلم على دفاع الفريق قبل مباراه الاسماعيلي غدا. وهنا نقطه لازم نقف عندها، طبعا هي حاجه ايجابيه قوي قوي ان الاهلي ما يخشش فيه اهداف، يعني حاجه ايجابيه نتبسط فيها، مش هنفرح طبعا لما يخش فينا جون يعني، بس هو بصراحه الاهم جدا هو الجانب الهجومي، ان انت ازاي تخلق افكار وحلول من خلالها تقدر تجيب اهداف. فلازم يبقى في شغل على الجزئيه دي بشكل كبير، وانا عارف ان الراجل اكيد عايز يشتغل على حاجه زي كده. يعني هو مش مكتفي بس انه ما يخشش فيك اهداف، يعني ممكن يكون جمهور الاهلي يقول لك انا ما يهمنيش يخش فيا اهداف، المهم ان انا اجيب اهداف كتير واكسب، المهم ان انا احقق المكسب. فدي نقطه مهمه اكيد الراجل واخد باله منها. يعني نروح لخبر اخر من خلال اليوم السابع برضو، وسواريش يمنح الفرصه لاربع لاعبين في الاهلي قبل نهايه الموسم، وهنا بيتكلموا مثلا على مصطفى شوبير، رأفت خليل، ومحمد احمد شرقيه، واكرم توفيق. خليني اتكلم بالتحديد على اكرم توفيق. طبقا للمعلومه اللي عندي يعني لو هي صح، ان اكرم توفيق بعد ماتش الاسماعيلي يبتدي يشارك في المباريات، يعني احنا ناقص لنا 5 ماتشات في الدوري، ماتش الاسماعيلي بكره، بعد كده 4 ماتشات، اكرم ممكن تلاقيه بياخد دقائق في الاربع ماتشات دول يعني. فخلينا نشوف الدنيا ايه، وهو الناس عايزين يدفعوا بيه بشكل تدريجي حرصا على سلامته، وخصوصا ان هو راجع من اصابه كبيره جدا زي الرباط الصليبي، مش سهله، مش فجاه تبقى في الملعب وتشارك، لا لازم تبقى الامور ماشيه بشكل تدريجي يعني. فنتمنى التوفيق لاي حد هيشارك، وان شاء الله باذن الله الامور تكون افضل خلال الفتره المقبله، مؤكد باذن الله تعالى يعني. لسه مع اكرم توفيق، ومره دي من الوطن سبورت وحسابهم على فيسبوك، بيتكلموا على ان سواريش يحدد موعد مشاركه اكرم توفيق في مباراه الاهلي، وان اكرم كمان هيظهر كبديل، واحنا اتكلمنا خلاص في الجزئيه دي ووضحناها لحضراتكم. خلينا ناخد خبر اخر لسه برضو مع اكرم، وفي اهتمام كبير جدا باكرم لانه هو لعيب مؤثر في النادي الاهلي، ولعيب مهم جدا في منتخبنا الوطني، ولعيب الجمهور بيحبه بصراحه بسبب الروح الكبيره اللي بيلعب بيها في الماتشات وحماسه الكبير وكلام من ده. في بعض الاحيان ممكن الحماس ده يجي بنتيجه عكسيه بخصوص الاصابات وكده، لكن ان شاء الله باذن ربنا يحميه من الاصابات في الفتره اللي جايه يعني. فمصدر بالاهلي للبطولات قال لهم ان الجهاز الفني للاهلي يدرس مشاركه اكرم توفيق في مباراتي طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا تحضيرا للموسم الجديد، واعتقد دور اخر ماتشين في الدوري. خلينا برده نشوف ونترقب اكتر حد يقدر يقيم امكانيه او يحدد امكانيه مشاركه اكرم توفيق، او الجهاز الفني يعني الجهاز الطبي طبعا. في الجول وخبر بالنسبه لهم، بيقولوا ان بيرسي تاو خارج مباراه الاسماعيلي ومهدد بالغياب لنهايه الموسم. بيرسي تاو من الناس اللي حظها سيء جدا مع الاهلي، رغم ان هو لعيب عنده قدرات ومهارات مميزه ولعيب مهم، لما بيشارك في بعض الاحيان بيبقى جيد، وهو اصلا عنده الامكانيات يعني عنده الشخصيه لكن للاسف الشديد مش موفق، اصاباته كتير وكل الامور دي عطلته شويه، لكن ان شاء الله نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه باذن الله مع النادي الاهلي. خلينا نروح ليلا كوره حسام على تويتر، وبيتكلموا على ان في يعني بعض الامور اللي بتقترب من الحسم داخل الفريق الاول في النادي الاهلي. قال لك مصير احمد سيد غريب ومحمد شكري وديانج وتاو في الاهلي، قال لك ان في عرضين لاحمد سيد غريب، فعلا احمد سيد غريب عنده بعض العروض كاعاره، الاهلي ما اعتقدش انه هيبيعه يعني، هيطلع اعاره لو تم الاستقرار على كده بالمناسبه عشان الكلام يبقى واضح بس. والاهلي كمان هيحسم موقفه طبقا لرغبه اللاعب من العروض اللي جايه، لكن المؤكد زي ما قلت لكم ان هو هيكون اعاره. محمود وحيد يقترب بشده من انضمام لطلائع الجيش، برده كل الامور دي وارد ان يحصل فيها اي جديد. واتكلموا كمان على ديانج، ان ديانج الامور بالنسبه له مستقره ومكمل في النادي الاهلي، ومفيش حاجه هتحصل لان مفيش اي عروض رسميه وصلت. وتاو بنفس القصه، الامور برده مش متحدده بالنسبه له، لكن خلينا نترك المسؤولين في النادي الاهلي يشتغلوا على الملفات دي بشكل كويس، وفي الاخر ياخدوا القرارات اللي تكون في صالح الفريق باذن الله تعالى. هنا عكس الخبر اللي فات، وده من خلال مبتدا وحسابه على تويتر، وقالوا ان خاص 2 مليون دولار تفصل ديانج عن الانتقال للدوري الفرنسي، وبيقولوا انه في عرض وصل النادي الاهلي بخصوص ديانج بمقابل 4 مليون دولار. الكلام ده يا جماعه غير حقيقي حتى الان، ومفيش اي عرض رسمي وصل النادي الاهلي بخصوص ديانج،
وهو هنا كاتبين كمان ان الاهلي عايز 6 مليون دولار، مش موافق خالص على الاربعه يعني، لكن هو طبقا للمعلومات ان مفيش اي عرض رسمي. ممكن يكون كلام وكلاء بالمناسبه يعني، ممكن ده بيحصل على طول، لكن عرض رسمي لديانج مفيش اي حاجه، وديانج امور بالنسبه له مستقره واحد العناصر الاساسيه والمهمه جدا في تشكيله الاهلي باذن الله للموسم الجديد. هروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل.